إذا من جديد نرحب بمشاهدات ومشاهدي تلفزة تي في في هاللقاء، لقاء حوار لطيف اللي يجيكم مرة كل نصف شهر. وضيفي هو مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف، الأستاذ رياض السيداوي، اللي حبينا نغتنم هذه الفرصة باش أيضا نتعرف على خلفية هذا الكتاب وهذه الوثيقة، خلينا نقوله، اللي هي خريف الدم العربي، أسرار داعش وأخواتها. خلينا نحن في تونس، أنت يدين راو في الغلاف الكتاب أو كدعاية مجانية للكتاب، نحن نعمله لكل الكتاب دعاية مجانية، كل كتاب لأي أي كاتب تونسي نرحب بهم ونقوم بدعايات مجانية للكتب حتى نشجع القارئ أيضا على القراءة به. أنت اعتبرت أنه عملية بن قردان وخصصت لها فصل في كتابك، فصل مهم، تقول فاجأنا، فما جملة فاجأتني، هي تقول أنه وقوف الأهالي ضد داعش ومع، علاش فاجأتك؟ هل هذا لا فاجأت الدواعش، لم تفاجأني أنا. نعم. الدواعش فوجئوا، كانوا في بالهم أن الأهالي سيتضامنون معهم، هم عندهم فكرة الطاغوت، شكون الطاغوت؟ الجيش الوطني والأمن، الأمن الوطني، الحرس الوطني الطاغوت، وهم وحتى الحماية المدنية، والحماية المدنية طاغوت، والموظفين الدولة طاغوت، وهم يعني جنود الله على أرضه، فهم كانوا يعتقدوا أن الشعب سيكون معهم. هما فوجئوا بأن المواطنين، وعندنا فيديوهات رائعة جدا شفنا في فيسبوك، كيف يلتحمون بالجيش والشرطة والأمن طبعا ويرشدونهم ويساعدونهم ويصرخون الله أكبر، لأنه ثم نوعين من الله أكبر، الله أكبر الإرهابية والله أكبر الوطني، الله الأكبر تاع الدغباجي وبشير بزديرة وخليفة بالعسكر ومحمد مصباح الجربوع وبو عمامة والأمير عبد القادر الجزائري وسيدي عمر المختار، هذه الله أكبر، ومتاع المقاومة اللبنانية وحزب الله، هذه الله أكبر، وثم الله اكبر مش عارفين منين جات صنعت في 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 مخابر وكانت مخابرات مركزيه الامريكيه، مش عارفين منين جات. اذا الله اكبر الوطنيه هي التي انتصرت، كانت ملحمه، والله ملحمه للجيش الوطني لذيك التي كسرت اي حلم لداعش. نعطيك واحد داعشي اراد رفع العلم الاسود، يحب ينزل العلم التونسي الاحمر ويرفع العلم الاسود، عشرات الرصاصات، قناص ضربوا بعشرات الرصاصات باش العلم هذاك ما يترفعش، لانه العلم الاسود لو رفع دقيقة واحدة في بن قردان تشوف وكالة الأنباء العالم عاد وقت التلفزيونات الكل الإمارة الداعشية في بن قردان، الإمارة الداعشية في تونس، تونس أصبحت داعشية، يلوجوا عليها هذيك. فأمن الوطن، شكون يلوج عليها؟ من يريد إلى داعش، من ينفخ في داعش ويريد إلى داعش، هم قطعين السياحة التونسية. جيت استغفر الله، السنة الموسم السياحي التونسي نجح بالروس وبالأخوة الجزائريين والتوانسة. انا قلت لهم في اوروبا انا نمشي لندن ديما وباريس، انا بالنسبه لي تونس والفنادق التونسيه اعمل لي مليون مره من المشي في باريس ولندن، مقاطعين السياحه التونسيه خاطر ارهاب ومرهاب. تم الموسم السياحي بالحمد لله بكل امن وكل من جاء الحمد لله. خليني في بن قردان، ثم اكثر من ذلك في بن قردان شو وقع رمزيا؟ العلم الاسود لم يرفع. المساله الرمزيه هامه جدا. النقطه الثانيه، تمت اسر دواعش، كانوا 8 وزادوا 2 حوالي 10 الرقم، يعني وزارة الداخلية تعرف أسر الدواعش، خرجت معلومات بلا حساب، على ضوها تم كشف مخابأ أسلحة في بن قردان وغيره، تفكيك خلايا من بنزرت إلى بن قردان وشرقا وغربا، تفكيك خلايا تام، لأن الأمن الوطني التونسي والجيش وقوات المسلحة الباسلة البطلة رأوا يعملون في صمت بدون إمكانيات، لكن يعملون الليل النهار. هل تعتقد أن قواتنا لم تتلقى أي مساعدة على الأقل لوجستيكية أو معلوماتية أو استخباراتية من جهات غير تونسية؟ احنا فقط من يساعدنا كثيرا هو الأخوة الجزائريين، مشكورون والحمد لله، لأن الحدود التونسية الليبية حدود صعبة، لأن الجيش الوطني التونسي مطالب تأمين جهتين، جهة تونس وجهة ليبيا. نشرح لك شنو أي بلدين، محضرا حدودنا مع الجزائر 50% يتولاها الجيش الجزائري والأمن الجزائري، و 50% الأمن التونسي والجيش التونسي، لما الطرف المقابل ما ثمش دولة وفي ليبيا لا توجد دولة، فالجيش الوطني التونسي مطالب أن يحمي 50% متاعه و 50% من الطرف الآخر. إذا تم النجاح، أنا أعرف أنه الأخوة الجزائريين دائما يدعمون صباحا نهارا
الجيش التونسي. وعلى فكرة الأيام هذه عزمي بشارة في قطر في الدوحة عاملين ندوة دولية حول الجيش والسياسة وحول الجيش الجزائري. يعني الجيش الجزائري أصبح مشكوك في أمره لأنه مو جيش وطني. هي شنو القصة؟ أو إحنا نرجع لماذا هذه الهجمة الإعلامية على الجيوش الوطنية التي شاركت في حرب أكتوبر 73؟ الجيش المصري، الجيش العراقي، الجيش السوري، الجيش الجزائري، وحتى الجيش التونسي راهو يضربوه من حين الآخر. لماذا؟ لأنها أكل انتصار وشبه الانتصار في حرب أكتوبر 73. ومنين تجيك الطعنة؟ تجيك من الدوحة. الدوحة شنو فيها الدوحة؟ ما هي الدوحة؟ الدوحة هذا المؤتمر الذي يشوي في الجيش الجزائري. هذا المؤتمر منعقد الآن تاع عزمي بشارة من عضو الكنيسة الإسرائيلي السابق، لابد أن نقول ذلك. هذا يبعد بضعة كيلومترات على أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في العالم، هي قاعدة العديد التي تنطلق منها الطائرات لضرب بغداد والعراق السني. هو لا هم لهم لا السني لا الشيعي لا علو، هو همهم الوطني والتآمر على الجزائر. إذن الأخوة الجزائريين حمونا، حمولنا دارنا على الحدود. فإذا الأمن التونسي والجيش التونسي الآن سدد ضربات موجعة هيكلية مباشرة للدواعش. والدواعش هل تعتقد أن تنظيم داعش لم يكن ينتظر مثل ردة الفعل هذه من قواتنا الباسلة ومن أهالينا في بنقردان؟ هم فوجئوا بردة فعل الأهالي. هم شنو هو راهو الداعشي؟ كما قلنا بعض قياداته في العلوم الصحيحة الأخيرية، لكن نسبة منها كبيرة عايشة في تخدير. تخدير نوعين، التخدير الإيديولوجي بروباغندا، واحد شيخ عرعور ولا عريف يغسل له مخه ولا غالب، والتخدير حتى المادي. أنا عندي فيديوهات أشوف توانسة مش يعمل عملية انتحارية، شوف يحكي مش عادي. تعرف قصة الكبتاغون؟ أنا كنت في بيروت ساعتها أسابيع قليلة بعد قصة الكبتاغون. أمير سعودي شدوه في مطار بيروت الدولي ب 1900 كيلوغرام كبتاغون. الكبتاغون هي ذي الحبوب المهلبسة تحدث عليها الراحل القذافي. فلما سألوه هو حبش تتفتش لأنه مكتوب عليها شعار الدولة، لكن فتش الأمن اللبناني واعتقلوا الأمن اللبناني. وذاك علاش أزمة العلاقة مع السعودية، والسعودية رفضت شراء صفقة السلاح هذه كمان فرنسا اللبنان. لما سألوه اش تعمل ب 1900 كيلوغرام كبتاغون، قال لهم نستهلك الشخصي. هذا اسمه يعيش 5000 سنة باش يستهلك 1900 كيلوغرام كبتاغون اللي هي حبوب المهلوسة، إذا استخدموا تعبير الراحل يعني مع يعني من قذف. يعني بربي السؤال، يعني ليس خطر كلام كيف هذا؟ في برشا اتهامات للدولة كما السعودية وأنت تتحمل مسؤوليتك في هذا الكلام. اليوم يعني كي نسمع المشهد اللي أنت رويته بالسعودية اللي هي دولة، فرضا أنا مش همشي معك في أنه سيدي السعودية هي من تقف وراء كل هذا. هي عندها إمكانياتها السعودية، ما تمرش عن بيروت باش تبعث واحد يهز فليجة ويهز فيه 19,000 حبة. أليس بإمكانها أن تبعثها 1900 كيلوغرام؟ مش 1900 كيلوغرام، 1900 كيفاش فليجة 1900 كيلوغرام؟ مش حقائب كاملة، ما هي حقائب دبلوماسية، حقائب دبلوماسية المفروض شوف حتى نعطيك ما حدث بالضبط. هي حقائب دبلوماسية فيها شعار الدولة السعودية المفروض لا تفتش 1900 كيلوغرام. لكن الوقع الأمن اللبناني والجمارك اللبناني أصر على التفتيش. لأنه نقريت بعض التقارير تتهم حزب الله كان وراء هذا الإيقاف حتى يشوه صورة السعودية، أنه في المطار و 1900 كيلو إلى آخره كان بالإمكان. يعني قصة خيالية غير موجودة. يقولوا أنه ممكن تركبت. لا شوف معناها الدولة السعودية ما كانش بإمكانها تبعث 1900 كيلو. اتهامات مش زافن. مش أنا مثلا نهار جبتش نهار عمان، حكيتش على الكويت، أو حكيتش على أساس حتى البحرين عندها مشاكل داخلية. أليست هنالك اتهامات لبعض الجمعيات اللي تمول في العمل الإرهابي؟ نعم، الجمعيات معهد واشنطن مثلا يعمل دراسة يقول لك قطر تمول في الإرهاب سواء دولة أو خاصة رجال الأعمال. طيب أنا ما جبت حتى شيء من رأسي. أنا نحكي لك على تصريحات تبدأ من تونس لطفي بن جدو إلى تصريحات جزائرية. لاحظ ما حكيت لكش على تصريحات المسؤولين العراقيين والسوريين، لأنهم دائما يتهموا قطر والسعودية بتمويل الإرهاب خاطر ضمن بينهم داخلين في المعركة. ما مستندش التصريحات. نعطي فيك التصريحات الأخرى. الآن الأمريكان عملوا قانون جديد في مجلس الشيوخ والكونغرس لفتح ملف الإرهاب السعودي. صحيح. الآن مش تروح فيها. السعودي عنده استثمار ب 1500 مليار دولار في أمريكا. تعرف إحنا ميزانية تونس كم؟ حتى يفهم المواطن التونسي ميزانية تونس السنوية 13 مليار دولار، نضربها في الاثنين باش يجيوك 26-28 مليار دينار. إذن إحنا ميزانيتنا 13 مليار، السعودية عنده 1500 مليار دولار. نجم نضمن لك ملاذكم راح شو
بالقانون الجديد، لأن القانون الجديد سيتابع كل أسر، 5000 الأسر ستتابع، وهذه دخلت في الدورة القضائية. الجيد في العملية هذه أنه ما حدث في أمريكا خرج من مجال، شوف، من مجال الدبلوماسي السياسي استخباراتي إلى المجال القضائي. طيب شو هي القضاء؟ القضاء يبقى في الغرب، وتعيش تجربة الغرب أكثر نزاهة، أكثر انفتاحا. تعرف في بريطانيا لما القضاء البريطاني تحدث عن صفقة اليمامة ورشاوي بندر بن سلطان، السعودية إلى آخره، القضاء مشى أشواط كبيرة، قال أرجوكم من أجل الشعب البريطاني ومن أجل الأموال محتاجينها نغلق هذا الملف. لكن في أمريكا حدث العكس، يعني القضاء انتزع ربما المبلغ أكبر بالضبط 1500 القضاء أكبر. انتزع عبر الكونغرس قانون. أنا السعوديين مرعوبين وعاملين حملة، ليش خايف؟ أنا لست مجرما، لماذا أخاف؟ هو يتحكم لي شنو؟ أنت عندك محامي، أنت الدولة السعودية سترسلين محامي لكل قضية، إذا أنت بريء بريء. هل تعتقد أنه بعد العملية ذي وبعد أنه تولى القضاء الأمريكي التحقيق في قضية 11 سبتمبر واتهمها بشكل علني المملكة العربية السعودية، المنطقة أيضا ستشهد تغيير، لأنه مش يكون ضغط لو أثبت القضاء أثبتها بشكل نهائي، سيكون له تأثيره الحتمي على العلاقات الاستراتيجية اللي تربط الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية؟ شوف، أنا من الناس اللي بدون الصباح متاعه بقراءة الصحف الأمريكية، نادر تونس واحد من الغرب العربي، المغرب العربي يقرأ الواشنطن بوست أو نيويورك تايمز أو لوس أنجلوس تايمز، ويتفرجك على CNN حتى أعرف العقل الأمريكي في ماذا يفكر. الأمريكيين براغماتيين ونفعيين، ولا عندهم لا صديق دائم ولا عدو دائم. تغير، إيران كانت عدو فجأة حلوا مشاكل، من فيتنام لما خسروا فيها الحرب عام 74 تركوها كل شيء وخرجوا، ما وجعش دماغه، أنا خسرت طويل، أين الربح أين الخسارة. شافوا المنطقة السعودية، تعرف ثم خريطة تقسيم السعودية بتاع برنارد لويس جاهزة من سنوات، السعودية ستقسم إلى 3 دول، الحجاز وعاصمة مكة، المنطقة الشرقية الغنية بالنفط الشيعية تستقل، ونجد تبقى ممكن السعودية يحبوا يحكموا في نجد في الصحراء لكن بدون نفط بدون بترول. هذه الخريطة جاهزة. الصحافة الأمريكية شن حملة كبيرة جدا على الوهابية وعلى السعودية وعلى تمويل التطرف منذ أشهر طويلة سابقة. ماذا يعدون؟ أنا حسب معرفتي ونقاشي مع بعض أصدقائي في المراكز الاستراتيجية، كان ثم مخطط تغيير كل خريطة الشرق الأوسط، فوضى الخلاق بعد إزالة النظام في سوريا وتدمير الدولة السورية وتفكيكها وتقسيمها مع مثل العراق، بعد ذلك يمرون السعودية ويقسموا السعودية. المشكلة أن سوريا صمدت، سوريا غيرت الوحدة، لكن ما يعملوا الآن؟ مش يمروا مرحلة سوريا. أوكي. لكن سيؤثر أيضا إيجابا على العراق على الأقل، أنه لن تتقسم العراق، لأنه من 10 سنوات نحن نقول مش تقسم. للأسف العراق هي شبه مقسمة عمليا، على الأقل منطقة الكردية، منطقة الكردية ماخذة حكمها الذاتي، يحاول من أيام صدام ولو أنه كبر أكثر. بالضبط. أيه. لو شفت تصريحات مسؤول المخابرات CIA المؤخرة يقول لك نقبل بسوريا مقسمة، يعني يا رئيس بشار الأسد ممكن تحافظ على دولة لكن في منطقة الساحل ودمشق، نحب المنطقة السنية تلتحب منطقة السنية العراقية، يحبوا يغيروا خريطة الشرق الأوسط على أسس طائفية، وهنا بدأ البث الطائفي والعياذ بالله. مين كان عندنا شيعة وسنة وإباضيين من منذ متى؟ هاي عمان دولة إباضية من أيام الحسن والحسين، يعني من أيام علي بن أبي طالب وعنا معك. أرجوك، هذه متى أثيرت مؤخرا أثرتها السعودية. السعودية كانت متحالفة مع إيران الشيعية، لكن إيران متعشاه، كانت متحالفة معه، كانت متحالفة مع الملكيين في اليمن. في اليمن وقد توقعت ثورة سبتمبر 1962، الجمهوريين تحالفوا مع عبد الناصر السني، الملكيين اللي هم الشيعة مع الأئمة في تحالفوا مع السعودية، وكانت السعودية تدعم الأئمة سيدي الشيعة الزيدي اللي تهم فيهم اليوم الكفر ضد مصر عبد الناصر السني، وضربوا أين نحن بهذا الصراع السني الشيعي؟ أنا أعتقد هو صراع طائفي أثير أيضا من أجل الوظيفة لتقسيم المنطقة على أسس طائفية، لكن
كما نقولوا ينقلب السحر على السحر، اللي يلعب الورقة الطائفية تنقلب عليه. للأسف الأخوة في السعودية ليس لديهم ذكاء استراتيجي ولا ينظرون إلى بعيد، فيقعون في فخ دولة مثل عمان فهمت أدركت اللعبة ومزيد اللعبة واتخذت مواقف محترمة جدا. إذن أنت شو حب نقول لك، العقل الأمريكي البراغماتي إذا تقاوموا وتثبت وجودك يخضع لك. راهو أوباما مشى لكوبا واستقبلوا رئيس كوبا راول كاسترو، حب يحط على يديه كعلامة يعني صداقة، فوق لا ما تحطش يديك، أنا ما زلت كوبا صامدة ولا أقبل بأي هيمنة أمريكية. مشى مع إيران يحترموا الجزائر، الدول القوية يحترموها، هذا الدول التابعة يعفسوها في أي لحظة. تعرف العلاقات السعودية الأمريكية بنيت في 1945 على في بحر الأحمر على ظهر باخرة كوينزي، التقى عبد العزيز آل سعود مع الرئيس الأمريكي الراحل روزفلت وعمل اتفاق النفط بدون حساب مقابل أمن العائلة. هذا الاتفاق التاريخي بدأ يتلاشى الآن مع القانون الجديد الذي سيخرب الاقتصاد السعودي، لأنه تعرف التعويضات كم يطالبون 3.3 تريليون دولار، نشرح للتوانسة 3300 مليار دولار، اللي ميزانية تونس 13 مليار دولار في السنة. يعني إذن خراب لهذه الاقتصاد. تركي الفيصل رئيس المخابرات السعودية السابق رد على اتهامات أوباما في أتلانتك ريفيو، يعني في مجلة أتلانتك الذي تم في السعودية صراحة بدعم الإرهاب والتطر، رد عليهم نسيتم يا أمريكان ماذا قدمنا لكم وساعدناكم وخدمناكم، خدموهم ضد مصر عبد الناصر، خدموهم ضد الجزائر، خدموهم ضد العراق صدام حسين، صدام حسين موسني وتكريتي، يعني الطائرات لما قصفت صدام حسين وقصفت بغداد انطلقت من قطر ومن السعودية السنية. حتى نبين انه حكايه الشيعه السنه كلها اتهاماتك تنقصر تقتصر تقريبا على السعوديه. انا سمعتك الان لا وقطر يعني السعوديه وقطر انت تتناسى مثلا لا اتهم، ولكن ما تحدثت ابدا على الامارات. لا تحدثت على الامارات في كتابي هذا حوالي 4 مرات. أنا جو بايدن يعني تونس الى دمشق وخريف الدم العربي، جو بايدن قال قطر والسعوديه وتركيا والامارات مولوا داعش، ذكرت ذلك. لكن شوف انت في ظهورك الاعلامي تركز على قطر والسعوديه، لانه الانظمه الوطنيه تركز على قطر والسعوديه، لانه تشوف الاعلام السوري والقطر والسعوديه، تشوف الاعلام الجزائري والقطر والسعوديه، تشوف الاعلام المقاوم العراقي يقول قطر والسعودي، تشوف الاعلام المقاومه اللبنانيه يقول قطر والسعودي، هم المخربين ويتنافس في من يقدم خدمات اكثر، هم اللي عندهم قواعد عسكريه، هم المنقذين بشده على سوريا، تاسم المسؤول السوري كل الأموال هذه جبهة نصرة قطر والسعودية. نرجع لتونس، أي مستقبل، لأن نقعد في خريف الدم العربي، أي مستقبل لحركات ما يسمى بالحركات الجهادية أو بالتكفيرية في تونس؟ لا ليس لدي أي مستقبل، خاصة في تونس. أول شيء ساعة الإرهاب لم يبني دولة ولم يسقط دولة. الإرهاب شنو؟ الإرهاب يدمر. الإرهاب في الجزائر في العشرية السوداء في التسعينات 200,000 ضحية، 100 مليار دولار خسائر، 100 مليار دولار، 200,000 ضحية، تعطيل التنمية لمدة 10 سنين، ومن بعد الإرهابيين نزلوا من جبل وسلموا أسلحتهم وطلبوا العفو من الدولة وعادوا، وثم من حكم طبعا متورط الدم وثم من عاد إلى المجتمع. إذن الإرهاب ليس لديه أي مستقبل، خاصة في دولة مثل تونس. لكن شوية الشباب متاعنا غروا بهم، تلاعبوا بهم، أرسلوهم إلى الجحيم السوري العراقي في معارك لا ناقه لهم فيها ولا جمل، ماشيين يقاتلوا في المقاومة. تصور على بالك واحد يقاتل ضد من يقاتل في إسرائيل، إسرائيل قصفت 6 أو 7 مرات سوريا وهو يريد أن يقاتل ضد الجيش العربي السوري. كنت في دمشق وشاهدنا يعني صور كيف جماعة جبهة النصرة في القنيطرة تساعد فيهم البطاريات المدفعية الإسرائيلية والطيران الإسرائيلي، ولا تجيهم الأمبولانس سيارات الإسعاف الإسرائيلية وتعالجهم وتردهم. يعني كل هذه الحجج وما زال بعض الشباب هما قليرة، كي نقول حتى 5,000 على 11 مليون حتشي يعني لكن أي مستقلية يعني مش أقلية، هذا عدد خطير جدا، يعني نحكيك على عدد السكان الكامل، لكن هذه من ورطها من أرسلها هم اللي يحاكموا أكثر. اليوم رياض السيداوي، ما يحدث في ليبيا من حالة شبه فوضى في بعض المناطق الليبية وفي عديد المناطق الليبية، هل تعتقد سيكون ما يحدث في ليبيا أنه أيضا ستنهزم قوات داعش وقوات المتطرفة داخل ليبيا أم لا؟ لأنه حتما سينعكس علينا نحن في تونس. الإرهاب أين ينتشر؟ شوف خريطة، لو ليت عندنا الكرة الأرضية وخريطة العالم لنرى الإرهاب ينتشر أو داعش أو القاعدة تنتشر
عندما تتفكك الدولة، تغيب الدولة، تضعف الدولة، تتمزق الدولة، حروب أهلية في الدولة. لهذا السبب الإرهاب وجد في أفغانستان، وجد في الصومال، في مالي، في ليبيا لم تكن يكون هناك إرهاب محدود جدا. تدمير الدولة الليبية أدى إلى إرهاب. في العراق لم يكن إرهاب. نعم. لكن الدولة العراقية هل تعتقد أن في حالة الفوضى هذه ستنتعش وجود داعش؟ أم أنه فمنية حقيقية دولية للقضاء على داعش في ليبيا على الأقل؟ في ليبيا يبدو أن الاتجاه نحو تقسيم ليبيا، لأن منذ ضرب العدوان الأطلسي على ليبيا بدأ الحديث أن ليبيا في الواقع لك ثلاثة دول. أنا شفت مثلا جون دانييل مدير نوفل أبسرفاتور يقول لك ليبيا الحقيقة هي ثلاثة دول، هي دولة برقة في الشرق وعاصمتها بنغازي، دولة الغرب وعاصمتها طرابلس، ودولة فزان في الجنوب، ثلاثة دول. يبدو أن الوظيفة هي تقسيم ليبيا. حتى أنا لما رأيت داعش في سرت ما هي سرت تقسم ليبيا بين شرق وغرب والغرب. هي في الوسط، ما جتش داعش مثلا الحدود التونسية أو الحدود المصرية أو في أقصى الجنوب، هي جت في مكان استراتيجي لتقسيم ليبيا. المخاوف بالنسبة لليبيا هي تقسيمها، فشل بناء أي دولة ليبية، ويبدو أنه لا يوجد استعداد دولي كبير جدا لضرب ليبيا. أنا أعطيتهم مثال، لو كنت أمام ضباط أمن أوروبيين وعرب في لشبونة نحكي لهم بالنسبة للجيش الليبي أنه ضرب وقتل حوالي 30,000 ضابط ليبي وجندي ليبي كربونيزي، والجيش العراقي نفس الشيء من البصرة حتى الكويت، والجيش الليبي من بنغازي لطرابلس قصفوا. داعش تصول وتجول في سرة سنتين التوى لم تروها، الأقمار الصناعية لم ترها. أكون لك بعض الضربات اللي وقعت الجوية مؤخرا. نعم مؤخرا حسب رأي ثم مخاوف جديدة من داعش. عاد تقارير على الأقل جريدة لوموند نشرتها أنه مثلا أجهزة المخابرات الغربية تشحت تطلب من أجهزة المخابرات السورية التعاون في ملف الجهادي الأوروبي في سوريا. قل لي، ونحن أوشكنا على نهاية اللقاء اللي هو كثير في الحقيقة، الجلسة معك تطلب أكثر من حلقة وأكثر من موعد. هل أنت مع ماذا نفعل؟ هنالك العائدون، ما يسمى بالعائدون اللي جاي مش يرجعون من سوريا ومن العراق، فيهم العديد يقولون أنه تشدوا كي رجعوا، فما العديد يقولوا أيضا أنهم دخلوا بطرق مختلفة وما زالوا ما وقعش القبض عليهم. أي مستقبل لهؤلاء؟ أنا طرحت اقتراحات في كتابي حول ماذا سنفعل معهم على عدة واحد. أول شيء سنفهم ما الذي أرسلهم، من أرسلهم، من مولهم، من اشترى لهم تذكر. إذن علينا محاكمة هؤلاء. هذا هؤلاء ما ذكرته أنا عندي للأسف أثناء حكم ترويكا، وذكر ذلك في كتابي، شخصيات سياسية في أحزاب وسادة جامعين، الجهاد في سوريا لماذا لا نذهب الجهاد في سوريا؟ لو كنت شابا لذهبت وجهدت في سوريا، بينما ابنه يبحث عن شغل هنا وجد له شغل، اذهب وجهد في سوريا. أو أرسل ابنك أو أبناء أبنائك أو أصدقائك إلى آخر. إذن نحن شجعنا جزء، والحكومة التونسية وجزء شجعت لما تعمل مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس، وهو مؤتمر أعداء سوريا في تونس. مستحيل أن تكون قطر صديقة إلى سوريا، مستحيل السعودية صديقة لسوريا، تو الفرنسيس الذين استعمروا سوريا الآن أصدقاء لهم، الإنجليز أصدقاء للعرب، الأمريكان أصدقاء للعرب. إذا كان مؤتمر أعداء سوريا، هذا كشجع شباب مثلا للذهاب منسجما مع سياسة حكومات. هذا يجب نوضح أنه تم التلاعب بكم، لأنه هذا الشاب الداعشي يجب يفهم أنه تم التلاعب. أي حل هؤلاء؟ هذا شوف، المسألة السياسية، المسألة القضائية، المسألة الاقتصادية نبحث فيها، المسألة الفقهية يجي يودي يراو الجهاد. أنا أعطيتهم فقه الجهاد، جهاد الدفعي وجهاد الطلب. الجهاد في ديار الحرب وديار الإسلام، راهي سوريا ديار إسلام ليس ديار حرب. لو تمشي تجاهد ضد إسرائيل ثم شو شكل يحاسبك؟ تعرف إحنا عندنا روابطان توانسة في الجنوب وشو قاتلوا من عام 48 وقاتلوا 67 وقاتلوا 56 من أول من استشهد في القضية الفلسطينية هم أحسن. نعم نعم. يجوا عندهم الآن فهمتنا الله مقدرين معزين وإجماع الشعب أيام الجبهة الشعبية طبعا أحسن، وشاركوا في عمليات إجماع وطني كامل أن هؤلاء مجاهدين. مش نعملوا لهم هذوم اللي مش يروحوا؟ هذا ملف شائك وكبير. ثم المقاربة الأمنية يجب يتسكن ماذا فعلت ولماذا ذهبت، المقاربة السياسية يجب نوعهم سياسي، لكن إلى حد الآن بعض وسائل الإعلام للأسف التونسية تأخذ من المرصد السوري لحقوق الإنسان في لندن الأخبار عن سوريا. هل أنت مع مراكز إعادة تأهيل هؤلاء؟ طبعا مع المراكز، وثم قبل المحاكمة وبعد المحاكمة. والمحاكمة لابد، المحاكمة مسألة تقنية لتعرف ماذا فعلت ولماذا ذهبت ومن أرسلك. لكن طبعا هنا تجي مصالح الدول الكبرى، لأن كما قلنا مشروع ضد سوريا وتونس دولة صغيرة، تونس الرئيس باجي قايد السبسي
وعد مثلا عفوا وعد الشعب التونسي سيعد العلاقات مع سوريا، وكان طيب باكوش وزير الخارجيه قال سيعود السفير السوري معزز المكرم. نزلت عليه الضغوط، ضغوط كبيره جدا من الاتحاد الاوروبي، من فرنسيس، من الامريكان، من قطر، من السعودي، لا تعيدوا نعملوا لكم تونس بلد هشه اقتصاديا. فمسك العصام الوسط، عندنا بعثه دبلوماسيه لكن سفر في نفس الوقت، فحاول انه قال مثلا حزب الله لما سئل قال حزب وطني ومقاوم. الاسبوع هذا شهدت بعض الشهيده شوارع تونس بعض المظاهرات التي تطالب بالعوده الكليه للعلاقات، وهنالك اعتقد مؤتمر صحفي وعقد يوم الثلاثاء في هذا الاطار. به قبل ما نختم للاسف نحن الوقت انتهى، نحن نحب نحكي اكثر عن كتابك الاخر من تونس الى دمشق، ان تعدني انه في الزياره القادمه خصوه لحقائق الخفية عن الربيع العربي، هل طويت صفحة هذا الربيع؟ لا طبعا، هو أول شيء أنا ضد مفهوم الربيع العربي لأنه مفهوم جاء ما كنت مشجع أي بالضبط. لا أنا شوف، مع الديمقراطية في الوطن العربي، مع حق الشعوب العربية تقرير المصير، لك ضد التدخل الخارجي، ضد قصف البنى التحتية العربية، ضد سياسة كيل المكيال، نشوف شو قاع في الربيع العربي. هذا بين قفصين، عدوان أطلسي على ليبيا لإزاحة نظام لصالح ثورة بين قوسين. في البحرين حدث العكس تماما، تدخل عسكري خارجي سعودي لضرب ثورة سلمية لصالح نظام، أصبحناش سياسة الكيل بمكيالين. هذا نظام يسقط، هذا نظام لا يسقط. الربيع العربي كما فهمت الآن استخباراتي موجه ضد الأنظمة الوطنية الجمهورية ولحماية الأنظمة الملكية الاستبدادية. كان عندنا برشا مواضيع، الأمور تتغير. رياض السيداوي كان عندنا العديد من الحقيقة كنا قبل اللقاء على أساس نحكي عليهم، لكن للأسف الوقت دهمنا لنا أكثر إن شاء الله من لقاء على تلفزة تي في. رياض السيداوي الكاتب والمحلل السياسي ومدير المركز العربي للدراسة السياسية والاجتماعية بجنيف، شكرا لك. وشكرا لك ولك أعزائي المشاهدين على متابعة هذه الحلقة الجديدة من برنامج حوار لطيف. كالعادة أنا زهير لطيف نقول لكم وبقية العاملين في تلفزيون تي في تصبحون على وطن. إلى اللقاء.